لوحة إعلانية في بعض مناطق المملكة البعض أزالها مثل أمانة المنطقة الشرقية، أمانة الرياض لا من شاف ولا من درى. صورة مع التحية، مساء الخير يا أمانة الرياض. هذه الصورة حاولنا نتجنبها كثير وما نعرض الكلام اللي فيها لأنه فيه إساءة للناس، ولو معك أطفالك بالسيارة ما تقدر تقرأ هذه الكلمة. فأمانة الرياض الواجب أنكم يوم شفتوا أمانة الشرقية اشتغلت على هالموضوع أنكم أنتوا أيضا أزلتوا هذه اللوحات، والواجب محاسبة اللي سمح بأن هذه اللوحات تطلع بهذا الشكل من قبل أمانة الرياض.